محطتنا الأولى حتكون عن علم الفلك، وأيضا رح نسأل أسئلة كتير خاصة كمان عن المنخفضات لإمتى رح تستمر، ورح نعرف أيضا أخبار اقتراب وصول تلسكوب جيمس ويب إلى الفضاء، حيث يعيش علماء الفلك أيام قبل الموعد المحدد بنهاية هالشهر، وشو رح ينقل لنا من مسافة 1,500,000 كيلومتر من الأرض، وغيرها من الأخبار آخر التطورات الفلكية والظواهر. حتكون أكيد التفصيل مع ضيفنا محمد العصيري الدكتور رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك زينب. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الورد. صباح الخير. صباح البرد. صباح البرد فعلا. هلا اليوم أول فقرة كتير ضيفنا حتى يعني كرمال بس طمنا أول شيء الوضع كيف؟ الحمد لله. هلا نحن مثل ما كل البيانات بتشير يعني كمديرية العامة للأرصاد الجوية بوجه لها تحية، اليوم عندنا نحن منخفض قطبي، هذا المنخفض ذروته اليوم المساء، طبعا نحن أربعة بنحكي 19 كانون الثاني، حيكون محمل بالأمطار الممزوجة بالثلوج فوق معظم مناطق سورية، يعني كل المحافظات حتشهد هطولات ثلجية، حيكون الذروة الثلجية بالشمال السوري، الذروة المطرية على الساحل السوري، دمشق رح تشهد أمطار ممزوجة بالثلوج الأربعاء والخميس، الجمعة والسبت رح يكون في تدني بدرجات حرارة بدون هطولات، أقل هطولات تحدث، بيرجع الأحد والاثنين فعالية المنخفض بنفس الشدة. مو متوقع يحدث تراكمات أكيد لأنه عم يكون ممزوج بالمطر، لكن هذا المنخفض كتير أولا درجة حرارته باردة جدا، وهي كتير مهمة أنه ننبه وننوه أنه درجة الحرارة باردة جدا، ندفى شوي لأنه هذا بيحمل أمراض، تعرفوا البرد وقصص البرد وما أدراككم ما البرد، فمشكلة هذا البرد وانخفاضات درجات الحرارة. الموضوع درجات الحرارة هي لهون الفارق رشا زينب. هي الحرارة إذا رجعنا للمستندات للأرقام من 2015 لليوم لم تسجل دمشق هذه درجة الحرارة المنخفضة. طمنتنا. تماما. هلا للأسف خلينا نحكي بصراحة، هل هذا الشيء يعني أنه هذه الشتوية تغيرت وكلها أمطار؟ لا لا لا، هذا الشيء سبق وحكيناه على منصة الإخبارية السورية أنه هي الشتوية نتيجة الاحتباس الحراري رح نشهد فيها أيام، وما زلت عن كلامي، أيام قليلة فيها أمطار غزيرة وبعدين استقرار على المدى الأطول، يعني حنشهد بعد اليوم الاثنين عودة الاستقرار، وبالتالي هطلت الأمطار والثلوج بكم يوم ورجعنا استقرار. صحيح. الاستقرار شو معناته؟ معناته درجات حرارة برد، درجات حرارة منخفضة، ما في أمطار، هذا الجو اللي كنتي زينب عم تقليلي عليه تحت الهواء صحراوي. الجو صحراوي دائما بيقولوا إذا شتت بتدفى الدنيا بتكسر شوي من البرودة. اليوم هيك يسحب يعني فينا نقول انه ان شاء الله نهار الاثنين حينحصر هذا المنخفض. تمام مساء الاثنين حينحصر، لكن المفارقه رشا وين المفارقه؟ مفارقتين بالاحرى. لا تقول لي المفاجاه انه حيرجع بعد يومين. لا لا لا. المفارقه انه هلا الان بكندا هطل الثلوج غير مسبوقه. أوه. اليوم بكندا، بالمقابل اليوم باستراليا سجلت درجات الحراره اعلى درجه مسجله باستراليا من 50 سنه، وصلت لل 50 52 درجه مئويه، وهذا كان بصراحه صادم لكل علماء اللي بيدرسوا الارصاد الجويه والمناخ والفلك. أوه. انه استراليا تسجل اليوم 52 درجه مئويه، وبالاحرى بالامس، يعني نحن عم نحكي بامس استراليا، فكان شيء غريب لدرجه انه استراليا نبهت الناس انه ما يطلعوا من بيوتهم يكتروا سوائل، يعني تحذيرات غير مسبوقه. استراليا ما بيعرفوا شيء اسمه مراوح ومكيفات والقصص. المناخ الاسترالي هو قريب للقطب، القطب الجنوبي، وبالتالي مناخ فعليا بارد. انه تسجل هي درجه الحراره هذا بيثبت وبيدل وبيأكد الشيء اللي دائما نحن عم نذكره، انه ما يحدث هو نتاج التغيرات المناخيه اللي عم تحدث نتيجه غاز ثاني اكسيد الكربون. صحيح. وبالتالي يجب ان تاخذ الدول على عاتقها الاجراءات لحد من غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالذات الدول الاكثر تلويثا للمناخ والاكثر انتاجا لغاز ثاني اكسيد الكربون. نعم. الاذى الاكبر رح يتعرضوا له مثل ما عم نلاحظ شمال اوروبا، كندا، ويعني شمال امريكا وشمال اوروبا والجنوب، استراليا والدول الجنوبيه. هون الخطوره رح تكمن خلال السنوات القادمه. نعم، يعني حكينا قلنا انه قلت بحلقات سابقه انه فصل الشتاء حيجي قصير لكن ما في كثير امطار. تمام. وحكينا هذا الشيء وعم نشوف يعني انه هذا الشيء. يا رب يعدل شوي يعني بس نوصل شوي للمعدل، نحن امنيتنا انه نوصل للمعدل، يعني لانه الهطل بفتره واحده مو كثير مفيد. سنويا منخفض السنه، يعني التسجيلات اللي صارت لهطول الامطار منخفضه كانت قليله. صحيح، عدا الساحل كانت مقبوله، لكن بشكل عام بكل سوريا اذا اخذنا المعدل العام لسوريا كلها منخفضه صراحه حقيقه. نعم. اذا قارناها مع السنه الماضيه فقط منخفضه. طيب خلينا نحكي لكان بما انه هيك حكينا الحكي العام للعالم للمواطن السوري اللي هلا بيهمه البرد والدفى، خلينا نحكي عن الظواهر الفلكيه.
تلسكوب جيمس ويب. شو اخبار التلسكوب وشو راح ياثر علينا وشو هالظاهره اللي هلا منتشره؟ جيمس ويب هو هديه عيد الميلاد للفلكيين. جيمس ويب هو أو اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا البشريه من تقنيات مراه بقطر 6.5 متر على شكل خلايا نحل عدة أجزاء تنطلق إلى الفضاء على بعد 1.5 كيلومتر، مسافة كتير بعيدة. هذا التلسكوب يحمل معه التكنولوجيا والتقدم والتطور، رح يحمل معه إنجازين مهمين جدا والإجابة عن سؤالين. يا ترى هل نحن وحيدين في الكون؟ كيف حيجاوب على هذا السؤال؟ رح يتطلع للكواكب الشبيهة بالأرض يلي خارج مجموعتنا الشمسية ويشوف هل تملك غلاف جوي؟ هل تملك المياه السائلة؟ هل تملك الأكسجين؟ وبالتالي إذا امتلكت هالثلاث قصص قد تكون تلك الكواكب تستضيف حياة. إذا السؤال الأول حيجيب على الإجابة عليه التلسكوب جيمس ويب هو يا ترى هل نحن وحيدين في الكون؟ السؤال الثاني، ما قصة ولادة الكون؟ ومتى ولد الكون؟ وما هو أبعاد الكون؟ رح يطلع جيمس ويب صعبة. تماماً، رح يطلع لأبعد ما حيشوفه الإنسان، للنجم النجوم الأولى اللي ولدت مع ولادة الكون. فرح يشوف يا ترى هالنجوم الأولى يلي ولدت مع ولادة الكون شو شكلها، كيف كانت المجرات، كيف كانت هالنجوم. تلسكوب جيمس ويب أولاً كلف البشرية 10 مليار دولار، كان من أغلى المشاريع التي أطلقت إلى الفضاء. تلسكوب جيمس ويب كان المقرر بدأ العمل فيها عام 1997، عام 2005 كان المقرر إطلاقه، لكن بسبب أعطال ومشاكل تأجل إطلاقه لـ 2007. بـ 2007 كان ميزانيته 500 مليون دولار، عانى من نقص ميزانية فتأجل إطلاقه من 2007 لـ 2016. بـ 2016 تضاعفت الميزانية لـ 10 مليار دولار، وكان المقرر أنه ينطلق بـ 2018 نتيجة مشاكل تقنية أيضا أجل إلى 2020. 2020 وباء كورونا أجله لـ 2021. بـ 29 كانون الأول 2021 أطلق إلى الفضاء، بـ 29 كانون الثاني 2022 راح يوصل للفضاء لنقطة لاغرانج 2، لاغرانج 2 يلي هي على بعد 1.5 كيلومتر على الأرض. بده سنة كاملة حتى يوصل؟ لا لا، شهر. 29 كانون الأول لـ 29 كانون الثاني. هل هذا الشهر بعد منه بيفتح بيبرد حاله، بيفتح المرايا الأخير ويبعث لنا الصور يلي عم يترقبوها العلماء بشغف كتير لحتى يجاوب على الأسئلة اللي قلت لكم إياها. يعني تخيلوا على بعد 1.5 كيلومتر في عين للإنسان، يعني عين ركبناها على بعد 1.5 كيلومتر لنشوف أهم التفاصيل عن كوننا. يعمل هذا التلسكوب الأشعة تحت الحمراء، وبالتالي أنا ضد كلمة أنه منافس لتلسكوب هابل. لا، تلسكوب هابل يعمل بشيء وهذا يعمل بشيء آخر. العمر المقدر لتلسكوب جيمس ويب 10 سنوات، قابلة للتمديد إذا أثبت عزيمة وكان أبضاي. رح يرسل أيضا معلومات مهمة عن كواكبنا، كواكب المجموعة الشمسية. علماء، عدد العلماء العاملين فيه يفوق 1200 عامل. وميزة جيمس ويب أنه تعاون عالمي، يعني يكون مفتوح لكل العالم. حلو. أي جهة في موقع بيقدر تفوت على الموقع تشوف الصور يعني مرسلها جيمس ويب. مجرد أن يكون عنده معالج أشعة تحت حمراء تقدر تشوف شو عم يشوف جيمس ويب، وممكن نحلل البيانات اللي حتكون البيانات هائلة. ليش فتحوا؟ لأن البيانات هائلة ما بيلحق أي إنسان يحللها، كم هائل من البيانات. فبدأ تعاون بين كل علماء الفلك بالعالم حتى يقدروا يحللوا هالبيانات القادمة من عين الإنسان في الفضاء. فعلا عين بالفضاء، يعني تخيلوا أن نحن نقدر نعرف أبعاد الكون. ما أجملها لما نشوف النجوم. هلأ نحن بجسمنا، ولو أنا شوي أخذت طلعت على الموضوع، نقطة الدمية اللي بجسمنا فيها حديد. طبعا هي ابسط شيء، هي الحديد لا ياتي الا بانفجار النجوم الاكبر من شمسنا ب3 مرات. فتخيلوا انه هي نقطه الحديد اللي بدمنا اجت من انفجار نجم او شمس، هو نجم بالاحرى، ولد مع ولاده الكون. يعني احنا نعرف انه نقطه الحديد اللي بدمنا وين جاي. ما احنا أنه نعرف نحن مين هي النجوم يلي شكلت الحديد يلي الآن موجود بأجسامنا. نحن عم نطلع فعلياً على تاريخ البشر، وعم نأكد أنه نحن كبشر جزء منا كبير أو 90% منا هن أولاد النجوم، نتاج النجوم، نتاج ما تصنعه النجوم. فإجابة عن سؤال هام جداً. أكيد زينب، تخيل يعني يكون بعد ما ينطلق التلسكوب يكون في معلومات أنه في حياة تانية على كواكب تانية. قدام العلماء اليوم هيك عم بيرشحوا هاي الفكرة أو عم حلو كتير رشا، سؤال كتير مهم. مشان هيك العلماء حطوا سيناريوهات إذا كان في حياة فضائية. بلشت إذا تبهنا بلشت بمواقع التواصل الاجتماعي يكون في. تماما تثار بعض عن تشكيل لجان وكذا. هلا تشكيل لجان وهالقصص كانت وهمية، أنه شكلت ناسا لجان من عدة أديان، أي هذا كلام غير صحيح. لكن فعليا اليوم عم يتاخذ سيناريوهات
الاجابات انه في حال. اذا تمام في حال كان هناك حياه ما هي التصرف الصح؟ هل منعرفهم على حالنا؟ طيب اذا عرفناهم على حالنا بركي كانت الحضاره عدوانيه ونحن كشفناهم نحن هون في حضاره وجوا دمرونا. طيب ما نتواصل معهم؟ طيب بركي كانوا مسالمين وساعدونا تكنولوجيا. في كثير قضايا اليوم خلتنا انه الان بس بدنا نشوف اذا في ولا ما في، بس طبعا. الان التواصل معهم حتى اليوم العلماء ما متفقين على امكانيه او عدم امكانيه التواصل. برجع بقول لك رشا في نقطه كثير مهمه، نحن عايشين على كوكب فيه الاف الانواع من الحياه ورغم هيك ما في تواصل بيناتنا. تمام. يعني احنا ما بنجيب النمله وبنحكي معها، ما بنجيب الحصان ومنناقشه. للاسف نحن اذا الكائنات الحيه اللي ببيئتنا ما عم نقدر نتناقش معها. تخيلوا حضاره اخرى، ما هي لغه الحوار؟ اذا كانوا متطورين اكثر منا فحيكون نحن مثل النمل بالنسبه للبشر، لغتنا غير مفهومه بالنسبه لهم. تمام. واذا كانوا اقل تطورا ما رح نفهم عليهم ولا يفهموا علينا. تمام. هي مشكله. كنا عم نشوفك لقطات انسرتات للتلسكوب، فخلينا شوي نروح لهابل، هذا التلسكوب اللي كان موجود اليوم حيكون دوره فعال او خلص يعني حيلتغي الدور؟ اليوم شفنا نحن او قرينا على الوسائل الاجتماعيه انه في تحديثات اكثر، مهامه اوسع الجيمس، فشو حيكون مصير هابل اليوم؟ هابل للاسف امضى سنوات عديده بالعمل، يعني صار له هلا اكثر من حدود 30 سنه، وبالتالي فعليا يعني ما عاد فقد القدره، فقد الطاقه، حتى البطاريات اللي عنده انتهت تقريبا، فجيمس ويب تلسكوب هابل متوقع عده اشهر ويتم الانتهاء فيه، ما راح يبعثوا، كان المفروض انه يبعثوا بعثه مهمه مأهوله لتصليح تلسكوب هابل وامداده بالطاقه، لكن مع اطلاق جيمس ويب ما عاد في داعي لهالموضوع. خلص تقاعد. في تعويض. في تعويض. هلا دكتور، بما انه حكينا عن التلسكوبات، هي التكنولوجيا هي انجاز علمي كثير هام مثل ما قلنا، لانه هو اول مره حاول تعرف عالم هيك عالم الفضاء بشكل كثير عميق مثل ما قلت الكون، خلينا نقول، ودائما بنقول دائما بعلم الطاقه وفي طاقه كونيه فمرتبطه بالانسان بشكل مباشر. هي التكنولوجيا اذا تم التعرف على الكون بشكل كامل شو ممكن تستفيد البشريه منها؟ كثير حلو سؤالك زينب. بدايه نقطه كثير مهمه، كل شيء تكنولوجيا الان بتلسكوب جيمس ويب هي تكنولوجيا المستقبل اللي حتكون ببيوتنا. يعني لاحظوا مثلا الميكرويف استخدم بالفضاء بعدين صار ببيوتنا، اليوم الرجال الآليين تستخدم في الفضاء ستستخدم في بيوتنا، بكرة ببيوتكم والله رجل آلي عم يكنس ويمسح ويساوي الأكل. ولو مفارقة حجاب على سؤالك زينب، بس ذكرتيني بمفارقة، روسيا بعدت فودو هذا رائد فضاء آلي، فبعدته على محطة الفضاء الدولية من بضعة أشهر لحتى تجرب شو بيعمل رائد الفضاء الآلي بمحطة الفضاء، فطلعته في 6 رواد فضاء بشريين وطلعت فودو الآلي، فكان المفروض من فودو الآلي أنه يقوم ببعض التجارب. رواد الفضاء البشر شو عملوا؟ راحوا وكلوا لفودو مهمات البشرية بالتكنيس وتنظيف محطة الفضاء الدولية يلي كان المفروض البشر يقوموا فيها، فشغلوا يا حرام الشغل بشغلات ما له فيها. إجابة على سؤالك زينب، هي التكنولوجيا اللي بجيمس ويب بكرة حنشوفها ببيوتنا، طابعات ثلاثية الأبعاد، أنا إذا انكسر فنجان عندي ما عاد في داعي أنزل أشتري فنجان، أنا بالطابعة ثلاثية الأبعاد بقدر ساوي فنجان، بقدر ساوي، هي التكنولوجيا حنلاقيها ببيوتنا خلال السنوات القادمة، يعني بلشت الآن تنتشر وهي نتاج الفضاء. كل القصص الآن اللي عم تتم بالفضاء سنشاهدها ببيوتنا. هي واحد. شو حنستفيد زينب ورشا؟ اليوم نحن مصادر الطاقة الأساسية من الأرض ستنتهي، طيب من وين نحصل على طاقة؟ النجوم، الكون، حتى اليوم لم نسخر طاقة الكون، اليوم بدأنا خطوات متواضعة بتسخير طاقة الشمس، وما هي التسخير الصح؟ كيف يعني ما هو التسخير الصح؟ أنه نحن ما عم نحصل على كل طاقة الشمس، عم نحصل على جزء ضئيل، هناك طاقة هائلة تصدر من النجوم، وبالتالي مستقبل الإنسان، مستقبل البشرية هو بتسخير طاقة الشمس مبدئياً بشكل كامل ثم طاقة النجوم، وبالتالي إذا أردنا للبشرية أن تستمر علينا باستكشاف الفضاء، لأنه بنحمي أرضنا. نحن شو عرفنا بالاحتباس الحراري؟ من خلال النظر لكوكب الزهرة، الغلاف الجوي لكوكب الزهرة 90 ضعف الغلاف الجوي للأرض، تعلمنا منه كيف يحدث للأرض إن حدث الاحتباس الحراري، علمنا الفضاء، اليوم المريخ علمنا إذا ضاع الغلاف الجوي شنو الأرض بتتدمر، اليوم الفضاء في أخطار على الأرض وعلى حياتنا، وبالتالي جيمس ويب هو اليوم الأكثر تطوراً تماماً اللي حيساعدنا بقية حياتنا على الأرض وتطويره، كثير مهم تطويره. فكل شيء اليوم تقنية الآن موجودة بالتلسكوب جيمس ويب صدقوني بالمستقبل القريب رح تشاهدوها ببيوتنا، حتى على أبسط مثال السيلفي،
اللي الان مشهور جدا، اول من اخذ سيلفي هو نيل ارمسترونج على سطح القمر عام 1969. واو 69 بدات السيلفي، اليوم تحقق، اليوم وصلتنا تماما. الموبايلات، اجهزه الخليوي بدا المشروع بعام 1957 مع سبوتنيك 1، اليوم صارت ببيوتنا. التلفزيون، البث التلفزيوني بدا مع مهمات ابولو الى القمر، الان ببيوتنا. حلو. الاذاعه مع المهمات الروسيه الى الزهره والمريخ وتحديدا الزهره، اليوم ببيوتنا. وبالمستقبل القريب الطابعه ثلاثيه الابعاد حتكون ببيوتنا، ورجال الاليين ببيوتنا. هذا اهم نقطه، هي اهم شيء. تماما، بيطبخ لنا، بكنس، بيعمل كل شيء. وصلنا على اثنين من هلا قالتها عن جد. على فكره في قضيه بخايفين العالم انه بكثره الرجال الاليين انه يسيطروا على البشر، يعني كمان في اليوم خايفين انه يكون تطور التكنولوجي يخلي الانسان مثل اليوم الانسان مثلا ما بيقيم الموبايل من ايده، فخايفين بكره الرجل الالي كمان يكثر. تمام، ياخذ المجال، لكن انا مو من انصار هالفكره لانه بالنهايه المتحكم هو الانسان. صحيح. قبل ما نروح هيك، قد ايه هلا حلو تواجده بالبيت بخصوصا بهذا الجو، يعني على المطبخ هالجو كاسه مثلا شاي سخنه. تمام. فعلا يعني التكنولوجيا عم تخلي الانسان رفاهيه كبيره. هلا ايمت نحن فينا نقول انه ممكن نشهد نتائج، يعني اشهر سنه بالكثير؟ صراحه اشهر، يعني بعد 29 كانون الثاني رح يكون ايام. مشان هيك مثل ما تفضلتوا اللون، اليوم الفلكيين عايشين على اعصابهم لسببين. السبب الاول انه بدءا من 29 كانون الثاني رح يبدا يتبرد التلسكوب ويرسل صور. اثنين، خايفين الفلكيين لا سمح الله، الان هي لحظات حرجه، اي عطل، يعني احنا اخذنا 10 مليار دولار كبيناها. صح. اللي هو سعر التلسكوب، وبالتالي كارثه كارثه، وبالتالي هي النقطتين اليوم الفلكيين على اعصابهم. النتائج بدايه شباط. حلو. يعني منبلش ننظر للكون بطريقة مختلفة، يعني ممكن نكتشف شيء ما بنعرفه، والأكيد أنه رح نكتشف شيء ما بنعرفه، وهذا يتغير كلامنا. قد تظهر أنه نظرية الانفجار العظيم وفهمنا عن الكون خاطئ، مفهومنا عن قطر الكون خاطئ، مفهومنا عن آلية تشكل النجوم خاطئ. عم ننتظر جيمس ويب ليصلح لنا هالنظرة عنا وعن كوننا. يمكن بحلقات ماضيه من سنين حكينا انه المريخ هو اقرب يمكن كواكب للارض. صحيح. حكينا انه على امكانيه انه يكون في حياه على كوكب المريخ ايضا. اليوم هل في امكانيه، يعني نحن عم نشوف دائما السينما العلميه خلينا نقول او الفضاء بامريكا دائما مسخره على وجود حياه او بعثات انه حتى تكتشف حياه بكوكب اخر، في توجه حقيقي هذا الموضوع، فخبرنا كمان عن كوكب المريخ بالذات، لأنه آخر الدراسات أنه هو شبيه بالأرض تقريباً. تمام، لكن حياة على كوكب المريخ الآن ما في، لكن السؤال عكس صار، هل يا ترى المريخ فيما مضى استضاف حياة؟ الآن نبحث عن إجابة عن هذا السؤال. تمام. اليوم أكيد ما في حياة على كوكب المريخ، ولا يمكن الحياة على كوكب المريخ، فهو غير صالح للحياة، لكن فيما مضى هل يمكن استقبال الحياة على كوكب المريخ؟ هذا السؤال عم نحاول يجاوبوا عليه. سؤالك زينب، اليوم السينمات بشكل عام ما بتصدر اي فيلم الا يستند على فكرة علمية. صحيح. يعني المريخي زرع بطاطا بالمريخ، اذا شفتوا فيلم المريخي اللي عاش لحاله على المريخ زرع بطاطا. اليوم كل الدراسات العلمية تثبت ان المريخ صالح للزراعة، فممكن جدا انه يكون المزرعة الخلفية للارض، نزرع فيه بطاطا، بكره بناكل سندويشه بطاطا من عند المريخ، سندويشه بطاطا من الارض. طبعا بيختلف الاسعار، مين ارخص. او اليوم باطلاق جيمس ويب قد يكون هناك حياه في كواكب اخرى، فبالتالي الافلام الخيال العلمي او الافلام العلميه اللي على مبنيه على فكره علميه هي تمهيد لطريق تماما للمستقبل القريب. صح. يعني اذا بنذكر الافلام القديمه جدا كانت مثلا تتحدث عن القمر وهبوط الانسان على القمر. هبط الانسان على القمر بصوت الريح اللي هي الطائرة، يعني كتير قصص نسمعها. حتى الاحتباس الحراري عملوا فيلم وحكوا انه اذا كتير صار في احتباس واشعة الشمس كيف ممكن تنحرق الارض، يعني دمر احداث الافلام. وعلى فكرة زينب هذا الكلام للأسف الشديد هذا اكثر الافلام الخيال العلمي قربا لنا. يعني للأسف نحن اليوم نعيش بحالة خطيرة جدا بالاحتباس الحراري، فعلا يعني يفنى يترافق الاحتباس الحراري مع شيء انفجار على سطح الشمس، وقت البشرية ستتعرض لكارثة. فإذا أفلام الخيال العلمي هي عبارة عن نظرة للمستقبل. صح. لكن المستقبل القريب أو المستقبل البعيد هذا هو الخلاف، يعني مثلا المريخي مستقبل متوسط، الانترستيلر مستقبل بعيد، بينما تبع الاحتباس الحراري نزل حديثا مستقبل. صح. قريب جدا. تمام. لاحظتوا كيف؟ خلينا هيك نحكي شوي عن أنشطة الجمعية لليوم، شو عم تحضروا؟ شو عندكم ترتيبات جديدة؟ تمام، نحن الآن نودع ما يعرف باسم القمر الذئب.
بالأمس كان هو أول قمر مكتمل بفصل الشتاء بعد الانقلاب الشتوي. هذا القمر يسمى قمر الذئب أو قمر الثلج، لأنه يرتبط مع ظهور الذئاب وعواء الذئاب نتيجة البرد الشديد، ويرتبط مع هطول الثلوج في نصف الكرة الشمالي. هذا أول قمر مكتمل خلال عام 2022، وهو في منطقة الأوج، أي أبعد ما يمكن عن الأرض. وبالتالي اليوم حتى المشاهدين الكرام بيطلعوا على القمر رح يلاحظوا لونه مرمادي كثير، أقرب للأبيض. بارح كان منظره يعني كان غريب، يعني مايل للبرتقاني ومكتمل تماما. يعني امبارح بالضبط كان هي الظاهره، اليوم نهائي يعني اليوم حنلاحظ انه ناقص منه شقفه يعني، لكن المنظر بساعته حلو. بس امبارح برافو رشا لانه شفت تمام. هذا من اجمل الاشكال القمر لانه في الاوج ابعد ما يمكن، فبيعطي اللون المميز جدا. طبعا هذا اول قمر مكتمل خلال هذا العام، لكن القمر الان ابعد ما يمكن على الارض، مشان هيك يظهر بحجم صغير نسبيا لما يكون بكبد السماء. سمي قمر الذئب لارتباطه بعواء الذئب، ايضا يرتبط بافلام الخيال العلمي المستذئبين. دائما نحن المستذئبين وكذا، هذا هو قمر المستذئبين. تمام. فمشان على فكره لما يكون قمر بدر بيزيد ضغط الدم على الدماغ، فبيثير الانسان، بيخلي الانسان عصبي اكثر. نعم. بعض الناس، وبالتالي من هون اجت فكره القمر الذئب. بدنا نتشكر. نعم. معلومات كثير مهمه، واكيد حيكون لنا وقفات ثانيه. نحن حنروح على موجاز، وكثير شكرا لحضورك اليوم. سعد صباحك عن جديد. صباح الخير رشا وزينب. سعد اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور، وموفقين بكل الانشطه. شكرا لك. اما هلا رشا بدنا نروح لاستديو الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه.